This is an apple tree. هذه شجرة تفاح. And this is an apple. ودي تفاحة وقعت من الشجرة. في اللغة الإنجليزية idiom أو مصطلح بيقول The apple doesn't fall very far from the tree. الإيديوم أو المصطلح في اللغة الإنجليزية هو عبارة عن مجموعة كلمات، كل كلمة إذا استخدمت بشكل مستقل لها معنى، لكن مجموعة الكلمات دي لما بتجتمع مع بعض بتعطينا معنى جديد تماما. طيب الإيديوم أو المصطلح ده تعالوا نجرب نترجمه ترجمة حرفية. The apple التفاحة doesn't fall لم تسقط very far بعيدا far from the tree بعيدا عن الشجرة. طبعا دي ترجمة خاطئة تماما. الإيديوم ده or the apple doesn't fall very far from the tree ليه معنى مختلف. طيب نفهم أكتر المصطلح مرة تانية. The apple doesn't fall very far from the tree. نلاحظ عندنا ثلاث صور هنا، أب وابنه the father and his son متشابهين تماما، الأم وبنتها the mother and her daughter متشابهين تماما، هنا كمان نموذج ثالث الأم وبنتها متشابهين تماما. لما يكون عندي مجموعة من الأشخاص خاصة في أفراد العائلة الواحدة الأب والابن أو الأم والبنت متشابهين بنستخدم المصطلح ده The apple doesn't fall very far from the tree. إذن if you have two people are very similar especially among family members، لما يكون أفراد العائلة متشابهين بنستخدم المصطلح ده، ومعناه اثنان متشابهان جدا في الشكل أو السمات خاصة الأب مع الابن والأم مع البنت. Let's have an example. Sally and her mom. سالي وأمها look like they could be sisters. تقريبا تحس إنهم إخوات. The apple doesn't fall very far from the tree. علشان كده استخدمنا الإيديوم ده بعد الجملة علشان نقول إنهم يكادوا يكونوا نفس الشكل. طيب لما يكون الأب والابن بيتشابهوا في كتير من الصفات أو حتى الهوايات بنستخدم نفس المصطلح. When a child is clever at something like his father or mother we say the apple doesn't fall very far from the tree. Let's have an example. Just like his father, he is skillful in playing football. The apple doesn't fall very far from the tree. Another example. نلاحظ وجه الشبه القريب جدا بين الابن والأب خاصة في طريقة اللعب. نقدر نستخدم الإيديوم أو المصطلح هنا. Example: John and his son are having fun together. The son is really a copy of his father. The apple doesn't fall very far from the tree. Another example. شوفوا هنا نفس الطريقة في اللعب أو الشكل تقريبا واحد مع فارق السن. نقدر نستخدم المصطلح The apple doesn't fall very far from the tree. Let's have an example. My dad was nice with me. I am also very nice with my son. The apple doesn't fall very far from the tree. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.